أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل عن جلسة الاستراحة، ما حكمها للكبير والعاجز؟ الكبير والعاجز لا بأس بها للحاجة، وأما النشيط فمحل خلاف بين العلماء، من العلماء من يرى استحبابها ومنهم من لا يرى استحبابها لعدم الحاجة إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها لما كبر عليه الصلاة والسلام وثقل. نعم.